وللسنة الثالثة على التوالي تستقبل البتراء ضيوفها وزائريها من العرب والأجانب بالقهوة العربية والحلوى في تقليد سنوي نابع من وحي المكان ويحاكي كرم الضيافة العربية الأصيلة التي يتميز بها الأردن عن غيره من دول العالم. ويأتي هذا التقليد للترحيب بالزوار الذين اختاروا البتراء وجهة سياحية لهم لقضاء إجازة العيد فيها، والتي تشهد هذا العام ارتفاعا كبيرا في أعداد السياح العرب والأجانب مقارنة بالأعوام السابقة التي شهدت تراجعا في أعداد السياح. وقد أعرب العديد من الزائرين العرب والأجانب عن شكرهم وإعجابهم باستقبال الأهالي والقائمين على السياحة في المنطقة. لطيبة الأردنية وأخلاقهم العالية وشهامتهم أنه يجي من كل العالم يزوروا الأردن، وأنا بشجع كل واحد فلسطيني عربي يشجع السياحة العربية قدر الامكان. بتمنى من كل شخص او من كل شخص من فلسطين او من غير فلسطين انه يجي يزور البتراء، لانه فعلا انه شيء حلو وانبسطنا كثير. جيت على البتراء لانها منطقه اثريه وحلوه، واستقبالهم برضه كان حلو، واي حدا شجعه يجي عليها، وهي من عجائب الدنيا السبعه. شهدت الحركة السياحية في البتراء في العيد ازدياد في عدد السياح، وإحنا دائما بنرحب في زوارنا وبشتى الطرق والطريقة التقليدية العربية بالقهوة والحلو. زي ما بتعرفوا حركة العيد بتكون فيها سياح عرب وأجانب وجنسيات أخرى، فإحنا بنحاول يعني نظم العملية السياحية بحيث يكون سياحنا من جميع الجنسيات والخلفيات الثقافية مبسوطين. والمحركة السياحية طبعا بشكل عام السنة هاي احنا في البتراء وفي الأردن بشكل عام كان فيها ازدياد، يعني لحد نهاية شهر 5 هذا العام البتراء نسبة ازدياد عدد السياح تقريبا 40% عن عام 2017، و2017 اجى عندنا تقريبا 620 ألف سائح من مختلف دول العالم.